تجبد علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهله وأصحابه وأزواجه وذريته وأظهاره وأنصاره وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدين ومشايخنا ودين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والأموات ثم إلى شيخنا الفاضل الحاج محمد الزين بن عبد الغني والحبيب محمد بن عبد الملك والشيخ والشيخ حسن الألماني والشيخ عبد الله بن عمر الغازي وحسن إلى روح الشيخ محمد بن محمد العنزب صاحب والد العنزب شيخ ولله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم وبارك عليه. ربي صل على محمد شراب بدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا. يا ربي صل على محمد أكرم داعي دعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى من ذقت وأصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفا تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد دعوا. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد دعوا. يا ربي
صل على محمد وافتح لنا الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح لنا الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاء. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاء. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم.
بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه بالحقيقة مبتدا عني بذلك نور من ساد الورى وسكت عناصره الشريفة محقدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا ورد الله من إفضاده عونا على مقبل مولد أحمد إذ انعش الأرواح عند سمعه وتقلد الأسماع ذرا نضدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يعلم بأن الله قدر سبقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقضى من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. هو الحبيب المجتبى من كما قد صح هذا بالدليل وأسندا عليه بالأجل النبوة أفرغت ولنا بالمولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذا خلت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم نقل حتى استقر بوالديه وأبدا. حمل الإله من السفاح وصوله عند به شربا أثيلا أنجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا. قد آمنا حقا به واستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا وهما يقين الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل سبيلا وأبعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من ابتدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ف
فهو النبي محمد ابن ذبيه، من كان عبد الله كهفا سيدا، وبعبد مطلب أبوه لقد دعي، وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعن ابن عبد منافهم من ينتمي، لقصي ابن كلابهم مجل الصدى، وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيه ابن سب ابن غالب العدا. ذاك ابن فهر من أبوه مالك، قد كان هصما للأنام ومعضدا. السيد ابن النضر مفرد عصره، من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة، من بالفخر سما وفق الفوقدا. وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم، أعني به ابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى، من للذبيح له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه، ومن يخط من بعد خالف واعتدا. وإليه قد كان المشفع ينتهي، ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه، وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بيقد نظامه، وحلم فاخره الوجود تقلدا. يا رب عدل الصلاة ضرحه، ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي الله، أنت بعد الله معتمدي، معتمدي، معتمدي يا حبيبي. خير من
هذا ولما نرى ليلاه لا يهرى سر المصون الأسعد يختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طون الندى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع الندى وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصون في الورى من بعد جدب للبريات أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرات غرودا ووهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فرح نقضوا ذي العام إن كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحبارات أخباره وزهامها وجه الزمان توردا وتقول حان ذر بدر السعد من نفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب اغفر لصالحه وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه حمله لما مضى شهران قد وفى المنون وابى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخوانه من أرض الشام المسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل تسعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى ولا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الملام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
لقد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لخد كثلحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغرى واسعا فمه حوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر وخد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوح منه شدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يهتم فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثب يرقع بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفه عدعدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصر لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب اضرب الصلاة ريحه وادم عليه السلام سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي يا عليم الحال يا ربي يا عليم الحال واجعل لي نالك موت
وتترى نحمده سرا وجهرا وبالعادة يا والأصال يا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قدم ما له من نظم بمولده زهم متبردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا، ندعوك يا غنث العباد بجاهه كن في الخطب لنا معينا منددا، وعلى عوائدك الحسن فأجرنا فالقل الضحى بالجميل معودا، وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجد منك مزودا، وامنن بصرف نفسي عن شهوتها وكف آدا بها وهدى قيادا، ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامنن بعافية المرضون وجد باللطف يا من بالمكارم عودا، بحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعيدا، وإلى سواك فلا تقنا واسقنا غيث المغيث للبرية جيدا، وحرس حما طه واجزل خيره واخذل من قدر ما سوى أوردا، وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا، وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهيدا، ولدينا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نهاده غدا، ونفوز من خير الورى بشفاعة ونفوز في جنة عدن مقعدا، لعبدك الأعز بالبكير محمد المنشي في دار الكرامة خلدا، وأدم له حسن الجوير بطيبة ورزق سرا عن سواك مجردا، ولولده فرقة ذرية وابنهم ستر الجميل معبدا، وشيوخه أحبة ولقارئ وللسامي يشكي إليه ممجدا، ولمجر هذا الخير واشكر سعيه واجعله بمهد القبول ممهدا، وأجب دعانا إذ دعت وهب لنا حسن الختام وحسده لب معيدا، وصلاة مولانا وتسليما على أزكى الشفيع ذي البرية قد هدى، والآل والأصحاب ما هب الأصحاب فأملت القسنى الرتيب الأمندى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.